بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر أولا عن هذا الغياب لمدة شهر، وهذا راجع لأسباب خاصة. ثانيا، لم أقل لكم عيدكم مبارك، فأنا من قناة عالم الأفكار أقول لكم عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم. وقناة عالم الأفكار تتمنى لكم كل الخير والتوفيق في حياتكم الخاصة وحياتكم الدراسية والمهنية. أعرف أن المقدمة كانت نوعا ما طويلة، لكن تستاهل كل خير منا. أما بخصوص موضوع اليوم وفكرة اليوم، هو أنني لاحظت الكثير من الطلبة يبحثون عن نماذج للباوربوينت، بما أننا في نهاية المرحلة الدراسية، والكثير من الطلبة يبحثون عن نماذج لوضع آخر لمسات على المذكرات الخاصة بهم. ارتأيت إلى أن أشرح لكم عدة مواقع مجانية التي أستعملها أنا خصوصا لتحميل النماذج حسب كل اختصاصات والتعديل عليها. لماذا أقول هو الإنسان الذي يريد أن يعمل باوربوينت خاص به، راح يأخذ من الوقت الكثير من يأخذ الكثير من الوقت، ولهذا أعطيكم أنا بعض المواقع لتحميل النموذج وأن تعدل عليه ما شئت حتى تربح الوقت، لأن في آخر في هذه الأيام يكون الوقت جد ثمين. ملاحظة فقط قبل أن نبدأ الشرح المواقع، نشرح المواقع موقع تلو الآخر. حوالي يوجد حوالي 8 مواقع، 6 أو 7 مواقع، حوالي 8 مواقع. كل موقع نشرح كل موقع، الاسم الموقع وما يحتويه، وفي آخر الموقع نعطيكم كيفية التحميل كمثال حتى يتعلم الناس كيف يحمل وكيف يعدل. وأنا أستعمل هذه الطريقة حتى لا أشرح موقع الأول والموقع الثاني والموقع الثالث، حتى لا يكون الفيديو طويل ويكون ممل جدا. هذه قناتكم قناة العالم الأفكار. قبل البدء، هذه قناتكم قناة عالم الأفكار، فيها الكثير من الفيديوهات، فيها الكثير من المواقع المشروحة لتحميل الدوكيمنت، فيها الكثير الأدوات التي تحمل بها، فيها الكثير والكثير. كيف تحول آخر فيديو وضعناه هي تحويل PDF إلى وورد بجميع الطرق السهلة. الكثير والكثير من الفيديوهات. المهم، تصفح القناة وشاهد العناوين وراح تستفيد أكثر إن شاء الله. فيما يخص كما قلت لكم، أني أستعمل بعض المواقع لعمل الباوربوينت، هذا فيديو خاص أحلى عرض باوربوينت وأروع تغذية بصرية وأفكار لاحتلاف 2022. هذا فيه الكثير من الأفكار اللي تعمل بها باوربوينت. ادخل الفيديو، شاهد الفيديو وخذ نظرة بصرية كما يقال، وحتى تتضح لك الصورة كيف تعمل باوربوينت الخاص بك. راح تنبهر. أنا متأكد أنكم راح تنبهروا بالأعمال التي عملتها في هذه. ولمن يريد أي باوربوينت من أو أي نموذج من هذه النماذج المقترحة، لأنها عدة نماذج، الفيديو هذا نوعا ما طويل، فيها حوالي 20 دقيقة، كلها نماذج رائعة. لمن يريد النموذج الذي يريده، يرسلني أو يضع لي يضع تعليق خاص به في الفيديو هذا الأخير هذا، ويقول لي أني رأيت وأردت النموذج رقم 1، رقم 2، رقم 3، ويحط لي الإيميل تاعه، نرسل له النموذج لكي يعدل عليه فقط. أما الآن نحاول أن ندخل إلى الموقع الأول، ولكن هذا بعد الفاصل.
الموقع الأول اسم الموقع هذا allppt.com، هذا هو الموقع، اكتب allppt.com يعطيك هذا الموقع. الموقع هذا فيه الكثير الكثير من الكاتيجوري، هنا إذا ضغطت هنا يعطيك allppt، معناها هي extension تاع الباوربوينت، كما الوورد هي الاكستنشن تاعو هي دوت دوك، دوت بي تي تي، بي بي تي هي الخاصه بالباوربوينت. نلاحظ هنا اذا ضغطت في هذه يعطيك كل الباوربوينت، تلاحظ هنا عده نماذج رائعه جدا. اذا اردت ان تعمل ابستراكت يعني ملخص اضغط هنا، اذا اردت ان تعمل البيزنس اذا كنت دراستك في مجال البيزنس اضغط هنا، اذا كنت تخصصك من الكمبيوتر تجد كل الباوربوينت الخاصه بالكمبيوتر هنا، هنا الايديوكيشن الميديكال اللي انت كنت دراستك في مجال الطب وما شابه هنا، كذلك علوم الطبيعه والحياه وما كذا الطبيعه هنا اضغط هنا، الفينانس ليدرس، الفينانس ليدرس في مجال ترافل يعني السفر وما شابه، الميليتري المهم، الرياضه، الاندستري، الدين، المهم هنا باوربوينت خاص بالطاقه، المهم الكثير والكثير من المضالات. تلاحظ هنا هاي فري للتحميل، فري 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 فري، انا قلت لكم مواقع مجانيه، هذا فري فيه 48 سلايد، هذا فري فيه 48 سلايد، هذا فري فيه 48 سلايد الكل، ويوجد الكثير. تذهب الى الصفحه الثانيه كمثال، نذهب الى الصفحه الثانيه، ننتظر قليلا للتحميل، يعطينا هنا هذا الباوربوينت الخاص بالاطفال فيه كل المجالات، كل المجالات، ولاحظ المات، كل شيء، كل شيء، كل ما تريد. أنت فقط أبحث عن التخصص الخاص بك، لكن البحث يكون باللغة الإنجليزية فقط، وراح تجد كل ما تريد هنا من باوربوينت. نذهب الآن إلى الموقع الثاني، هذا الموقع اسم الموقع هو سمايل تومبليت، سمايل تومبليت، اقول هذه المعلومات ولكن تجد في الفيديو، في اسفل الفيديو تجد كل موقع نكتب الاسم نتاعو حتى لا تتيح في البحث. ماذا يقول؟ يقول لك فري باوربوينت تومبليت، تلاحظ ننزل الى الاسفل كذلك وتجد الكثير من الانواع والافكار، رائع الموقع هذا، كل ما تتخيله، كل ما تتخيله، افكار كثيرة جدا. هنا إذا ضغطت هنا view all gallery يعني تجد كل، أنا فقط هنا تلاحظ free download على powerpoint، على powerpoint free download، free download، free download، free download، واعمل ما شئت من الأفكار، free download، free download، free download، تلاحظ أفكار رائعة جدا. أنت تستطيع أن تأخذ مثلا فكرة من هنا، أو تأخذ سلايد من هنا، وسلايد من هنا، وسلايد من هنا، وسلايد من هنا، وأنت شكلت كل شيء هكذا. أوكي، الآن نذهب إلى الموقع رقم ثلاثة، هذا الموقع اسمه presentationgo.com، presentationgo.com، فري جوجل سلايد اند باوربوينت تمبليت انفوغرافيكس فور بريزنتيشن، لاحظ هذه جديدة، هذه جديد، هذا جديد، فقط اختار انت ما شئت، لاحظ، وفيه نيكست نيكست نيكست، فيه 161 صفحة، فيه الكثير والكثير من الافكار، تلاحظ. وهنا تحط في السيرش اكتب كل ما تريد، انت في البيزنس، انت في الفينانس، انت في التكنولوجي، انت في، تجد كل الباوربوينت هنا. الان نمر الى الموقع رقم أربعة،
هذا الموقع اسمه fppt.com fppt.com. كذلك فيه الكثير من السلايد، كثير من best free powerpoint template، the best free يعني الأحسن، أحسن powerpoint تجد في حسب الموقع. كذلك هنا الكاتيجوري، تذهب إلى هنا تبحث عن الكاتيجوري، أوكي، بالأبيض بالأصفر، تومبليت تكنولوجي، تومبليت سكاي، باللون السكاي بلو يعني اللون السمائي، سيمبل باوربوينت، المهم الكثير، الهيلث، الصحة، الناتشر، إديوكيشن، البيزنس أند فينانس، المهم كذلك فيه الكثير من المواقع. وهنا إذا ضغطت تجد الكثير من التومبليت. أنا لا أريد أن تلاحظ هنا، فقط أضغط أعجبت بهذا، أضغط على الداونلود، أضغط على الداونلود، أضغط على الداونلود، يأتيك كل ما تريد، تلاحظ الكثير والكثير، وهنا عدة صفحات نكست 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 حتى تصل إلى هنا. أوكي أنا أشرح بصيغة نوعا ما بسرعة حتى لا يكون الفيديو طويل نوعا ما. نمر إلى الموقع رقم 5، سلايد جيك، اسم الموقع هو سلايد جيكس دوت كوم. هذا الموقع كذلك هنا يعطيك المنيو، هنا اختار ما تريد، ديزاين سيرفيس، بيزنس بي بي تي اس، البيزنس كذلك، تام لاين، المهم الكثير، ميديكال تكنولوجي، الكثير من اذا اردت هنا الدقيق اكثر واكثر، اختار ما شئت من الباوربوينت. مثلا نذهب الى مثلا ميديكال، يعطيني الكثير من، تلاحظ يعطيك ايقونات رائعة، ايقونات بريزنتيشن، كل شيء رائع، وفيها الكثير من الصفحات، الصفحة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الى اخره، تلاحظ الكثير والكثير من الافكار. أتمنى أن يعجبك هذه المواقع، ولا تنسى الاشتراك وأن تفعل الاشتراك وأن تفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. تلاحظ فقط هنا أنت تبحث على صورة كما هذه الصورة، أنت تجدها موجودة هنا فري، تلاحظ فري هكذا. حتى لا نفتح قوس، بعض الباوربوينت تجدها كما يقول بريميوم، يعني يجب المال، لكن تلقاها قليلة جدا جدا هنا. المهم حوالي 70 إلى 80% كل باوربوينت فري. نذهب إلى الموقع الموالي، انتظر قليلا. اسم هذا الموقع هو powered template.com. كذلك هنا فيه هذا، فيه عندما تجد هذا الإيقونة معناها هذه بريميوم، هذا بريميوم، هذا بريميوم، هذا بريميوم، لكن يوجد فيه الفري. هنا يريد أن يعمل على هذا الموقع، يعطيك الفري ويعطيك الفري ويعطيك البريميوم، حتى الموقع يبيع بعض الشيء، بريزنتيشن تمبليت هكذا. نذهب الى الموقع الموالي، slideskarnival.com slideskarnival.com. كذلك هذا موقع كذلك رائع، education، science، technology، birthday، full، تلاحظ الكثير من هنا، تضغط يعطيك all category. اوكي على سبيل المثال نضغط عليها للحصر، تلاحظ الكثير والكثير من التمبليت. كي نقول تمبليت نقول كذلك البي بي تي. اوكي يوجد الكثير، next 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 حتى تنتهي. الآن نمر إلى الموقع الموالي، slide egg. تلاحظ موقع رائع، هذا الموقع رائع جدا،
وهذا آخر موقع احنا نشرحه، هذا آخر موقع نريد أن نشرحه، كيف نحمل من هذه المواقع التي قلت لكم عليها. بطبيعة الحال توجد الكثير هنا من الـ من الـ من التمبليت، من الأفكار، من الأيديز. المهم أنت أختار ماذا تعمل، ماذا، ما هو بحثك، ما هو أفكار، ما هي أفكارك، ما هي أعتقدها كل هنا، وكيف تعطيك حتى تغذية بصرية، كيف تريد أن تطرح أو تعمل شاو للدراسة التي عملتها، للمذكرة التي عملتها. وعندما تعمل باوربوينت احترافي راح يكون كما يقال السيتنوس تاعك راح تكون سهلة وسهلة، وتكون ما حتى الأساتذة راح يبهر بهذه الطريقة العرض اللي أنت لم تتعب فيها ولا شيء. مثلا 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 انت تريد عندك اورجانوغرام كهذه، مثلا بدا ستارت اند ستوب او انتر اوت ان اوت. المهم نريد مثلا تحميل هذه التمبليت، اوكي، او البي تي تي. هذا هنا تجد هنا تجد صفحة واحدة، الموقع من المواقع الاول او الثاني اعتقد، تجد 48-48 صفحة في الكل بي تي تي. هنا يعطيك صفحة واحدة، انت حمل الصفحة الاولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، حتى يكون الاختيار، حتى لا يكون نفس الشيء، اوكي. لنفترض اننا نريد تحميل هذه التمبليت، نضغط هنا على سبيل المثال، يعطيني هذا التمبليت. عندما أريد أن أحمل نضغط هنا فقط داونلود لنحمل هذه الصفحة في الباوربوينت، نقول له داونلود. ماذا يقول لي؟ تحميل مباشرة، أعطاني التمبليت، أوكي صح. لكن هذا أنا كنت نحضر في هذه الفيديو، طلب مني أن أدخل الإيميل الخاص بي. على سبيل المثال، على سبيل المثال نرجع ونختار، ربما يطلب مني، نرجع ونختار كمثال، نختار تمبليت آخر، ننزل إلى الأسفل. مثلا أعجبت أنا بهذه التمبليت، هكذا نضغط على هذه التمبليت هكذا، ماذا يقول لي؟ أعطيني التمبليت الخاص به، ومن بعدين نقول له تحميل. حمل، ماذا يقول لي؟ يجب عليك أن ماذا؟ يبحث عن إيميل، يقول لك أعطيني الإيميل الخاص بك هكذا. ولهذا أنا أردت أن أشرح هذا الموقع وأشرح الفكرة حتى لا تضع الإيميل الخاص بك هكذا، لأنه كي تضع الإيميل الخاص بك عن في هذا الموقع وفي الموقع الثاني والموقع الثالث والموقع الرابع، ما الإيميل راح يكون، راح يجيوك إيميلات كثيرة كثيرة في الإيميل، وهذا مزعج نوعا ما. لكن نعطيكم فكرة اليوم كيف أعمل أنا. نعطيكم هذا الموقع، تلاحظ هذا الموقع يسموه مؤقت، يعطيك إيميل مؤقت لمدة ساعة تعمل به، يعطيك هذا الموقع اسمه مؤقت، باللغة الفرنسية أو الإنجليزية اكتب كامل، كما نكتبه كلمة كامل هكذا .com، يعطيك هذا الموقع. أنا أقول له أعطيني إيميل افتراضي، نضغط على هذا البوتن، يعطيني هذا الايميل الافتراضي، تلاحظ هذا هو الايميل الافتراضي. هذا الايميل نقول له هنا كوبي هكذا، نعمل له كوبي، ناتي الى اي الموقع الذي يطلب مني الايميل، نكتب اسم عشوائي، ومن بعد نضع بعدين نضع هذا الايميل. بعد الايميل هذا يقول لك اكتب موت باس، اكتب باسورد او موت باس عشوائي، او كلمه سر عشوائيه، عشوائيه فقط لا تريدها. بعدين
قل له ابعث لي، يقول لك ارسل رقم، يبعث لك هو رقم في حتى يتاكد منه من بان هذا الايميل ايميل خاص بك. انت عند ان تاتي الى هنا دير له ريفرش، هنا قول له ريفرش لا ليست هكذايا، هو كيبعث لك الموقع هذا كيبعث لك الى هنا، تجد الرقم هذاك متكون من 4 ارقام او 5 ارقام، تحملهم هنا وتعاود ترجع للموقع وتحط الارقام الخاصين بك وتقول له اوكي، بعدين يحمل مباشره. وهذا ايميل مؤقت، تلاحظ هنا 58 دقيقه و 56 ثانيه و 55 ثانيه. عندما تريد ان تنتهي من العمل او تخاف ينتهي هذا الموقع، ماذا تريد؟ تقول له برولونجي، تضغط على برولونجي وتعطيك تلاحظ يعطيك 59 ثانية، يعني يعاود يعطيك ساعة قبل أن ينفذ، قبل أن يصل إلى الصفر. هكذا أتمنى أني وفقت في شرح هذه المواقع. إخواني أخواتي، أنا لا أنتظر منكم إلا المساعدة، الدعاء. إذا أعجبت بهذا الفيديو لا تنسى الاشتراك بهذه القناة، قناة عالم الأفكار. في هذه قناة أنا أعتبرها قناة الطلبة، دائما أبحث عن أشياء للطلبة، مواقع تحميل أفكار، كيف كما هذا الفيديو، أفكار كيف توصل هاتفك بالحاسوب الخاص بك، مواقع للتحميل المذكرات، المهم الكثير والكثير من الفيديوهات، حوالي 100 فيديو لحد الآن. ننتظر منكم فقط الدعاء والاشتراك وعمل لايك للفيديو حتى يصل هذا الفيديو للجميع الطلبة. أو إذا كان لديك بعض الجروبات الخاصين بك، أعمل شير أو بارتاج لهذا الفيديو في لكل الطلبة الخاصين بك، لا لشيء إلا تدوم أو يستفيد الجميع من هذه الأفكار، واعتبرها أنها صدقة جارية لك. ما عسني أن أقول إلى أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.